السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. فيديو اليوم راح يكون مختلف بعض الشيء، لكن دائما نبقى مع اللغة التركية. راح نبدأ في سلسلة جديدة واللي هي ديملر، وهي جملة أو تعبير يكون مجازي. يعني هذا الجملة أو التعبير التركي لن يترجم ترجمة حرفية إلى اللغة العربية، لأنه راح يكون عنده معنى آخر. وكنت من قبل وضعت فيديو أو اثنين على القناة بخصوص هذا الشيء، ومثلا وضعت التعابير التالية ألنما، كاننا دو كوندو، نمارا يابما إلى آخره. بالنسبة اللي مازال ما شاهدوش واللي مازال ما شافوش هذا الفيديو، راح نوضع لكم الرابط أسفل في صندوق الوصف. وفي هذا السلسلة راح نوضع تعبير واحد فقط في كل فيديو، يعني الفيديو اللي نزله راح يكون فيه تعبير واحد فقط، وراح يكون عبارة عن سلسلة كل مرة ننزل التعبير. وفي هذا الفيديو راح يكون جملة أو موقف اللي يخلينا نعرف متى نستخدم هذا التعبير. وقبل ما نبدأ، نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة. إذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اتركوه في التعليقات، وإن شاء الله نجاوب على أسئلتكم. وخاصة تفعيل الجرس، لا تنسوا تفعيل الجرس، لأنه ممكن أنكم تشتركوا ومتفعلوش الجرس فلا تصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة. Merhaba, ben Kenza. Bu benim kanalım. Arapçalar için Türkçe dersleri veriyorum. Eğer Türkçeyi seviyorsunuz ve öğrenmek istiyorsunuz, kanalıma bir göz atın. Pişman olmayacaksınız.